السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناه من الاخر. خلاصه معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز، ترتيب الهدافين بعد نهايه مباريات اليوم الاربعاء 15/5/2024 في الجوله او مباراتين مؤجلتين من الجوله 34 في الدوري الانجليزي الممتاز. اليوم برايتون خسرت من تشيلسي 1-2، احرز هدف برايتون داني ويلبيك في الدقيقه 97، والهدف الثاني عن طريق او الهدفين الخاصين بتشيلسي عن طريق كول بالمر في الدقيقه 34 اسيست ماركو كوكوريلا، والهدف الثاني عن طريق كريستوفر نكونكو في الدقيقه 64. متابعينا الكرام، مانشستر يونايتد فازت على نيوكاسل يونايتد 3-2، احرز هدف مانشستر يونايتد كوبي ماينو في الدقيقه 31، والهدف الثاني عن طريق عماد تراوري في الدقيقه 57، والهدف الثالث عن طريق راسموس هايلاند في الدقيقه 84. هدفي نيوكاسل عن طريق أنتوني غوردون في الدقيقه 49 ولويس هال في الدقيقة 92. متابعين الكرام، يوم الأحد القادم 19/5/2024 الجولة 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز هتبدأ، ودي آخر جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الموسم. خلينا أقول لك ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، ترتيب الهدافين بعد انتهاء مباراتين اليوم المؤجلتين. ولكن قبل ما أقول لك الترتيب، أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في ساحة جنتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم أهلك الصهاينة، اللهم أهلك الصهاينة، اللهم أهلك الصهاينة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين، اللهم آمين. اليوم أو متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي المركز الأول 88 نقطة، أرسنال المركز الثاني 86 نقطة، ليفربول المركز الثالث 79 نقطة، أستون فيلا المركز الرابع 68 نقطة. كده الأربعة هم رسميا متأهلين دوري أبطال أوروبا، هم مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول وأستون فيلا. تمام. توتنهام المركز الخامس 63 نقطة، تشيلسي المركز السادس 60 نقطة، نيوكاسل يونايتد المركز السابع 57 نقطة، ومانشستر يونايتد كذلك المركز الثامن 57 نقطة. رسميا أو بنسبة كبيرة، مش رسميا بصراحة يعني، بنسبة كبيرة توتنهام تأهلت إلى الدوري الأوروبي، بنسبة كبيرة تشيلسي تأهلت إلى دور المؤتمر الأوروبي. طيب متابعين الكرام، وست هام يونايتد المركز التاسع 52 نقطة، برايتون المركز العاشر 48 نقطة، بوردموس المركز 11 48 نقطة، كريستال بالاس المركز 12 46 نقطة، ولفرهامبتون المركز 13 46 نقطة، فولهام المركز 14 44 نقطة، إيفيرتون المركز 15 40 نقطة، برينتفورد المركز 16 39 نقطة، تورنغام فورست المركز 17 29 نقطة، لوتون تاون المركز 18 26 نقطة، بيرنلي المركز 19 24 نقطة، شيفيلد يونايتد المركز 20 الأخير 16 نقطة. ورسميا شيفيلد يونايتد هبط وبيرنلي هبط ولوتون تاون بنسبة كبيرة هبط هو كمان، ولكن لسه مش نهائيا يعني. متابعينا الكرام، الجولة القادمة هتحدد حاجتين، هتحدد مين اللي تأهل، مين البطل الدوري الإنجليزي، وإن كان مانشستر سيتي نسبته أكبر من أرسنال، وأيضا هتحدد حاجة تانية، هل لوتون تاون هيهبط ولا هيبقى هيحصل معجزة ونوتنغهام فورست ولا هيهبط مثلا، وكذلك هتحدد بشكل نهائي توتنهام تأهلت إلى الدوري الأوروبي ولا لأ، تشيلسي تأهلت إلى دوري المؤتمر الأوروبي ولا لأ، نيوكاسل ومانشستر يونايتد حد فيهم هيلحق يكون مكان تشيلسي ولا لأ، هو ده اللي هيتحدد مش أكتر. ترتيب الهدافين، المركز الأول أريان هالاند لاعب مانشستر سيتي، رسميا خلاص هو البطل، محدش يقدر، كول بالمر مش عارف يجيب 5-0 وهالاند هيتفرج يعني في آخر الحوار، وإن كان الموضوع فيه برضو 10% ممكن ولا حاجة. هالاند المركز الاول 27 هدف، المركز الثاني كول بالمر لاعب تشيلسي 22 هدف، المركز الثالث الكسندر ايزاك لاعب نيوكاسل 20 هدف، المركز الرابع لسولانكي لاعب بوردموس 19 هدف، واولي واتكنز لاعب استون فيلا، المركز الخامس النجم مصر محمد صلاح لاعب ليفربول 18 هدف. صناع الاهداف، المركز الاول اولي واتكنز لاعب استون فيلا صنع 13 هدف، المركز الثاني انتوني غوردون لاعب نيوكاسل صنع 11 هدف، والمركز الثالث برنان جونسون لاعب توتنهام صنع 10 اهداف، وكول بالمر لاعب تشيلسي، وجوليان الفاريز لاعب مانشستر سيتي، وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وتريبير لاعب نيوكاسل، ونيوم بايلي لاعب استون فيلا، ومورغان جيبس لاعب نوتنغهام فورست اسف، والنجم مصر محمد صلاح لاعب ليفربول ايضا صنع 10 اهداف، وباسكال جروس لاعب برايتون. اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، كان معكم محمد نور الدين، اراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.